هعمل شوربة عدس، هي مش شوربة قوي قوي يعني، بس هنشوف ايه الحكاية. هنعملها فتة، هنعملها فتة، والفتة دي بقى الشامي محمر في الزيت ومعها زبادي من فوق طب تعالوا نشوف هنعمل ايه. هناخد مية اكيد مش كده، مية يعني، بس هعمل كوباية عدس، احط كوباية عدس، احط كوباية عدس وميتين ثلاثة اربعة، واسيبها لما تقول انا ايه يا عم انا استويت. اوكي، ما تضربهاش بقى زي شوربة العدس لا، انما هنحط معاها شوية ثوم، وهنحط معاها شوية بصل حلوين يعني. خلي بقى الدنيا دي تقول مع بعض كده لما العدس يحصل له ايه، يستوي. طيب لما العدس يستوي هيبقى شكله كده، اوبا. وبما انه مش مضروب هيبقى ايه، سميك غليظ بالطريقه دي. اوكي، خلينا بقى ايه، مش احنا فهمنا هنعمل ايه هنا، خلاص خليها هنا بقى. هاخد طاسه ووك حله كسرول زي ما انتوا عايزين. اوكي، وهاخد شويه زيت هكذا. اوكي، وهنحط توم، وهنحط كزبره خضراء، هحط توم مع كزبره خضراء. تيجي نعمل كده، نحطهم على بعض كده، تيجي تيجي تيجي، تعال نعمل كده، يلا يلا اعمل كده. وننزل بيه كله مع بعضه كده ونقلب لما الكزبره دي تدبل تماما. لما تهبط خالص اقدر اعرف زيتها كفايه ولا مش كفايه. وهنديها شويه ملح، وشويه فلفل، وهي هتبقى غامقه الفلفل مش هيجيني. اوكي يلا نعمل كده. كويس، زيت كمان بس كده حلو، بس يا قمر مع بعض لغايه ما اشوف ان الثوم احمر. اوكي، هناخد شويه من الكلام الحلو ده هنا. اوكي، ونخلي الباقي على جنب على جنب، ونقلب. اوكي يلا ناخد بايركس ونحط فيه كم من الحلو كده. اوكي، يلا طيب ناخد الزبادي مع شوية ملح وشوية ليمون، ها؟ وشوية عصير ليمون. يلا نضرب.